العشرات من أصحاب البسطات في منطقة بيادر وادي السير احتجوا اليوم على الحملة الأمنية التي استهدفت إزالة بسطاتهم. المحتجون أكدوا أنه لم يوجه لهم أي إنذار مسبق قبل التعامل معهم بخشونة وإزالة بسطاتهم بالقوة حسب وصفهم. وأثناء الإزالة اشتعل حريق واسع في عدد كبير من البسطات لم يعرف سببه. وأكد بعض أصحاب البسطات أن بسطاتهم حاصلة على الترخيص. واجوا هجموا علينا درك 100 واحد بالقلاوي كسروا اثنين بالمستشفى في منا. في اثنين كسرات ايديهم هاي من المستشفى. اخواني هجموا عليهم ودفشوا البكم بالجرافة ودفشوا البسطة كبوها وولعوا نار فيها. في قتل راحت عينه. والحج عمي هيو كمان عينه ضربت فيها من الجرافة ولما دفشوا البسطة ضربت فيها خشبة وهيو ودوه على الدكتور واثنين ايديهم مكسورات. ولا لا سابق انذار ولا جابوا لنا خبر مره ولا اعطونا خبر ما حسينا ناجمين عليها درك. مرخصين احنا سابقا وحاولنا ان نرخص السنه. رفعوا الرسوم من 1030 دينار ل 3000 دينار. اعترضنا على هذا الحكي وما صار رد فعل على الاعتراض. وصار اللي صار اليوم معنا. في إربد عادت الأمور إلى طبيعتها اليوم بعد أعمال شغب شهدتها المحافظة احتجاجا على إزالة البسطات. وأقامت الأجهزة الأمنية ليلة أمس بفتح شارع 60 بعد إغلاقه من قبل باعة الخضار والفواكه. جاء ذلك بعد حملة إزالة للبسطات نفذتها بلدية إربد الكبرى بالتنسيق مع مديرية شرطة المحافظة، حيث قام أصحاب البسطات بقطع الطريق العام وإشعال الإطارات. يذكر أن أصحاب البسطات يتخذون من الإشارة الواقعة عند منطقة الحسبة المركزية والتقاطعات الواقعة عليها مكانا لبيع الخضار والفواكه لا سيما في ساعات المساء.